فعايز حضرتك تقول لنا الفكر والروايه ايه عشان يقدروا يتجاوبوا معاك في الايه في الحديث. اتمنى بس الكلام اللي انا هقوله ده ما يلاقيش فرق في حاجه، بس اللي هي طبعا يعني دي كفه ودي كفه، اللي انا هقوله في كفه وهي في كفه ثانيه برضه احنا درسنا. انا عايز اقول الاول النفاق ان الشيء لا يعطيه بدايه، لو احنا مقتنعين بالحته ديت فانا مش هينفع ادي لك حاجه تقراها وانا لا افتقد للحاجه دي. بمعنى اللي انا عايز اقوله ان انا رحت في اماكن كتير وخدت تجارب كتير اثقلت شغلي واثقلت موهبتي، وبالتالي انا قادر ان انا اقول لك وانت تحكم من خلال العرض اللي انا هعمله دلوقتي الشخص ده ينفع يوصل لنا فكره في قصه ولا لا. ده الموضوع اساسا الاول قبل هذه انا واحد اتولدت في خناوات من سنة لحد 15 سنة دخلت 90% من بيوت الخناوات، بيت اللي هو العمدة واللي هو الغفير، كانت وشربت في كل البيوت، لعبت في كل مكان، مفيش أرض في خناوات معرفش إن الأرض دي بتاع الحاج فلان وعادتها كذا أراضي. ليه بقى؟ يا اما ساعدت الدكتور في الارض بتاعته وكانت عنده قتة وخيار وخس، يا اما انا اشتغلت بنفسي من ضمن الشباب في الصيف، سواء كنا بنجمع بنروح الدوده تمام؟ فالحته دي انا عملتها. استحمينا في الترع وجات لنا بالهريسيا وتعلمنا. لحد 15 سنه تمام؟ انا واحد اسرتي 8 افراد. 6 شقق بدون تربية وتعليم، واثنين من الأب كانوا هما الأكبر المفروض يعني. بعد 15 سنة يعني المفروض اللي هي المرحلة الإعدادي اللي المفروض إن أنا قضيتها ما بين مدرسة ابتدائي في خنوي، الحمد لله كنت الأول على المرحلة الابتدائية، وكام سنة كده في الإعدادي شفت فيها برضو شوية حاجات كده. ليه؟ انت ايه اللي جايبك عندنا في طنطا؟ روح مش عارف فين، اللي هي المدارس الاعدادي زمان، روح شوف المدرسه القريبه منك في شناوي مثلا. فاتنقلنا من الجامعه الخيريه شويه كانت جنه بالنسبه لي لمدرسه اسمها القرش الاعداديه، كانت لسه فاتحه جديد. والقرش الاعداديه طبعا منطقه شويه يعني كانت لسه مش معموره وكده، فشفنا فيها برضو حاجات كتيره يعني. لما رحت الثانوي انا المفروض مؤهل علميا ان انا ادخل علم علوم، يعني 284 ثانويه عامه من 300 ما كانش حد جاب المجموع ده في مدرسه خنوي لحد ما انا جيت. ده مش عمتزه وفتح سر، انا بس بقول واقع الشهادات موجوده. ثالثه اعدادي كنت التالت على المدرسه بتاعتي 237 من 260. اولى ثانوي الصدمه ان انا قررت ان انا هدرس ادبي، وانا اذكر بقى دلوقتي حالا الله يرحمك يا والدي انك انت ما اعترضتش وقلت لي لا لازم علمي لازم دكتور او مهندس، وكنت الطالب الوحيد في خنواي كلها 35 طالب ثانويه عامه عادل البدوي الوحيد اللي ادبي. قرار الادبي ما كانش عشوائي، قرار الادبي كان بدا الامور كتير تخليني اخذ القرار، بدايه ان انا فعلا بدات شويه تاخدني الحتت اللي هي فيها ثقافة وفيها قصة وفيها رواية، ولو درست لغة عربية مع مدرس اللغة العربية وسرح بره شوية أبقى عايز أشوف هو توفيق الحكيم راح فين؟ هو مين اللي درس إيه؟ هو مين اللي مش عارف راح فين؟ هي البعثات دي كانت فين؟ هما ترجموا إيه؟ هما عملوا إيه؟ فبدأت لا أنا مش عايز الطب ومش عايز أكرر حاجة أنا من وأنا 15 سنة حكمت عليها إنها مش حلوة، إن أنا أدرس طب زي الدكتور فلان ثم أتحول بعد كده إلى كتابة القصة والرواية بعد 7 سنين في الطب. فكان قراري إن أنا هبدأ من أولى ثانوي أدخل أدبي. والحمد لله تاني أكرر الله يرحمك يا والدي إنك ما اعترضتش. وسابني ودخلت أدبي، كانت حالة خاصة شوية. في
في السنة وبدأت أعرف بقى أكتر الكتاب شوية والقراءة، وكنت أكيد بقرأ في المرحلة دي. لما جيت دخلت كلية الآداب، أنا خلاص أنا قررت إن أنا داخل أدبي، يعني كلية الآداب دي حاجة بقى مش محتاجة كلام برضه خالص. كان عندي برضو فكرة آداب إنجليزي، آداب لغة عربية، آداب لغة فرنسية، فكان برضو عندي حتة الآداب بتاع اللغة الفرنسية دي، يعني هيبقى في فرصة إن أنا أجمع ما بين حاجتين، ما بين اللغة العربية اللي أنا أعرف أقرأ كويس أوي، واللغة الفرنسية اللي أنا ممكن برضو أقرص على نفسي شوية وأخد فكرة من كتاب، أخد فكرة من فيلم، أخد فكرة من أغنية. ده كان وارد برضو بالنسبة لي. لما دخلت الكلية كتبت دي وأنا في الكلية، دي كانت أول رواية لي. عليكم السلام. إن شاء الله إن شاء الله بعد مرور كام سنة دلوقتي، بعد مرور حوالي 35 سنة إن شاء الله هعيد كتابتها بالكلام بتاعها، وأكمل تاني هعيد كتابتها، هكتبها تاني وهنشرها إن شاء الله نصير موضوعها تولى بالكلمات اللي فيها. يعني إيه بقى؟ يعني أنا مش ندمان على أي حاجة فيها. مش بعد 35 سنة اكتشفت إن أنا غلطت. واللي ثبت عندي الحته دي قوي ان انا برضو خدت تجربه بقى بعد ما بقيت مدرس. لما اقول للناس ان انا عادل البدوي اللي راقب ثانويه عامه، ايه يعني؟ وعادل البدوي اللي ادى دروس ثانويه عامه، ايه يعني؟ في حد مش هي ايه يعني عملت معاك ايه الحته ديت؟ يعني انك انت تدي دروس، انك انت تراقب، انك انت تروح امتحانات. لما احكي لك حاجه واحده بس من مئات الحاجات اللي انا مريت بيها وانا براقب، غير بقى وانا بصحح، غير وانا بدي دروس في البيوت، غير وانا بدي دروس في خنوي وشنوي. انا ما اديتش درس في طنطا غير نادرا. انا راجل مرتبط بخنوي وشنوي كلياتي، طلبه بتوعي في دروس بخنوي وشنوي اعرفهم واحد بواحد. لسه النهارده في مكالمه جالي بعد الصلاه من حد في دوله في الدول، والعقيد والاستاذ في الجامعه كتير جدا، دول الطلبه بتوع خنوي وشنوي. حصل معايا موقف هقول لك، بس عشان لما اقول لك ان انا رايح في ثانويه عامه من سنه 90 91 لحد سنتين فاتوا، ايه يعني رايح في ثانويه عامه؟ اقول لك، اول سنه رايح في ثانويه عامه دخلت اللجنه، كانت في طبعا كفر الشيخ والمناطق اللي احنا كنا بنروحها على طول. الولد بيغش، الولد حاطط في الدفتر بتاعه كده برشام، وانا عادل البدوي مين بقى؟ الطالب الشاطر اللي بيذاكر، المتفوق اللي ما غشش طول عمره. رحت مهلل وجدتها الولد معاه برشام في الورقه. يا استاذ هاتولنا المشرف، هاتولنا المشرف. جالي المشرف، راجل طبعا في سن مثلا 55 سنه، انا كنت بقى لسه ايه، لسه ما اتجوزتش ولسه صغير، والدنيا في دماغي حاجه ثانيه خالص. جاي بالسيجاره وجاي العامل وراه لحد اللجنه، ده كان اللي هو مسؤول في يا جماعه في ايه ومش عارف ايه، ده الاستاذ عادل مسك واحد معاه برشام في الورق. طيب العامل روح نادي الاستاذ فلان، العامل الثاني روح هات كوبايه شاي، حاجتين اثنين، هات مدرس وهات كوبايه شاي. المدرس اللي جه قال له خش مكان الاستاذ عادل. كوبايه الشاي اللي جت اتحطت للولد اللي كان في اللجنه. سيجارة يا ابني بتدخن؟ ده مين؟ تمام؟ سيجارة يا ابني بتدخن؟ يبقى السيجارة وكوباية الشاي من نصيب مين؟ تمام. أستاذ عادل هو عايز أستاذ عادل، أستاذ عادل اتفضل بس بعد إذنك تحت. نزلت تحت مع عدل واحد من نوعية بقى إيه، الله يرحمه برضه، كمان الشاذلي كده، عارفين بقى لما كان يقعد في مجلس الشعب كده حد كده قاعد تحت، ده اساسا رئيس الكنترول والمحقق في اي حاجه تحصل. استاذ عادل ايه اللي حصل؟ في يوم كذا كذا ماده اللغه مش عارف ايه والساعه كذا، ايه اللي حصل؟ اكتشفت ان في طالب بيغش. قال لي تمام. ايه اللي بيغش ازاي؟ قلت له في برشام. قال لي تمام. السؤال اللي جاي بقى، هل استفاد الولد من الورقه بتاعت البرشام؟ قلت له اه. هو انا كنت عايز ايه في الوقت ده؟ انا كنت عايز قال يعني ان انا اخلي الواد ده عبره للجنه وللجان كلها. فالواد ده اتفصل ودبست له ورقه البرشام والحاجات اللي انتوا فاهمينها دي كلها. الراجل قال لي بقى كده يا استاذ عادل يبقى انت قصرت في شغلك. مش احنا جايبينك عشان الولد ما يغشش، انت كنت فين لما الولد
فتح البشام وحط البشام وحط والله ده احنا عاملين قلت له ايه يعني مفيش ورقه خالص مقطع الورقه وراح جايب ورقه جديده تت 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 لحد السؤال هل استفاد الولد من البشام؟ قلت له لا قال لي برافو عليك احنا جايبينك عشان كده اطلع لابنتك وطبطب على الولد طلعت لابنتك وطبطبت على الولد هل دي قصه أقولها؟ عندي قصة يعني دي واحدة من قصص مئات القصص اللي خلتني وأنا راجع بيتي معايا المفتاح بضرب جرس على أولادي عارف ليه؟ مش عايز أشوف ابني في غلط أنا متورط فيه أنا معدتش عايز أشوف ابني في غلطة انا متورط فيه ما انا لو قلت له انت بتعمل ايه طب ما انا وصلت للمرحله دي اذا قصه زي دي من مئات القصص اللي عدت عليا السؤال بقى سؤال هل الراجل اللي هو اتحرك في الاماكن دي اللي راح فرنسا 4 شهور مع الاستاذ ممدوح مع الاستاذ محمد 4 شهور يعني موضوع 4 شهور في فرنسا 4 شهور في فرنسا تقريبا كنا بننام 5 ساعات عشان احنا هنا في المطعم وهنا في الكافتيريا وهنا مش عارف فين وهنا فين وهنا فين لما تعرف ان انا مثلا اتجوزت زوجتي لها 6 اطباء اخواتها انا عندي 6 معلمين هي 6 اطباء لما تعرف ان انا مثلا عندي ربنا يبارك لي في ولادي عندي دينا طب اسنان بطل الجمهوريه 3 لما تعرف ان انا عندي احمد مهندس بترول بطل الجمهوريه 3